مستمر من وبشكل مستمر لكلا الجنسين وجميع الأعمار وخلال جميع مراحل العمر، حيث يقوم طبيب الأسرة بتشخيص المرض وإعطاء العلاج اللازم، وإذا اقتضى الأمر فيقوم بتحويل المريض إلى المستشفى أو إلى الأطباء المختصين أو إجراء الفحوصات اللازمة. طيب كذلك طب الأسرة يقوم التركيز على الصحة النفسية، على تعزيز الصحة، على التثقيف الصحي للمريض ومتابعة ملفه الطبي خلال جميع المراحل للفرد وجميع الأسرة، ويعطون على معرفة شخصية للفرد داخل إطار الأسرة والمجتمع. معكم دكتورة عذراء مثنى ياسين، طبيب أخصائية طب الأسرة.